الذي سجل في شباك مونتينيري والكرة بالرأس، وهدف أول للأهلي المصري، هدف أول للأهلي المصري بعد كرة عرضية لعبت من محمد هاني في المرمى، وبالتالي الأهلي المصري يتقدم على الهلال بمحاولة موجودة والتصويب القوية والعويس يبعد كرة بالرأس تمر والكرة في المرمى، هدف ثاني للأهلي المصري، هدف ثاني لمصلحة الأهلي المصري، يسجل محمد هاني ثاني أهدافه في البطولة، وبالتالي خطيرة خطيرة، حذاري 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 حذاري، الكرة في الجول، الكرة في الجول، هدف ثالث للأهلي المصري، هدف ثالث للأهلي المصري. مباراة غريبة في شوطها الأول بكل صراحة، الإرهاق أثر، مشي الكرة إلى عمرو السولية قوية، وهدف رابع، هدف رابع للأهلي المصري في شباك العويس، والجماهير المصرية تفرح بشكل كبير جدا.